أكد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح إن انطلاق المرحلة الرابعة لخطة العودة الشاملة للمواطنين من خارج البلاد تأتي تلبية لرغبة وأوامر وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وكذلك توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد. وأشار وزير الخارجية خلال جولته في مطار الكويت الدولي واستقباله المواطنين الكويتيين العائدين على متن أول رحلة من المرحلة الرابعة لخطة العودة الشاملة للمواطنين من الخارج، إن المرحلة الرابعة سمتها الأساسية هي الطلبة في مناطق العالم بالأساس في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد للغاية في تواجدي في المطار في اليوم الأول لانطلاق المرحلة الرابعة من خطة العودة الشاملة لمواطنينا في الخارج، تلبية لرغبة وأوامر وتوجيهات سيدي صاحب السمو حفظه الله ورعاه والد الجميع، وكذلك توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد. المرحلة الرابعة سمتها الأساسية، هويتها الأساسية، هدفها الأساسي هم الطلبة في مناطق العالم وبالأساس الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وقد شهدنا للتو وصول أول طائرة من كندا، وستليها تباعا طائرات 4 طائرات من الولايات المتحدة الأمريكية. نتمنى من الجميع إن شاء الله عودا آمنا وبكل سلامة إن شاء الله، وكذلك الالتزام بتعليمات السلطات الصحية حفظا ووقاية وصونا لهم وللمواطنين وللوطن. الطلبة اللي في كندا، كذلك هناك في طلبة في مصر، طلبة في الأردن، طلبة في السعودية، طلبة في المملكة المتحدة، طلبة في الولايات المتحدة، طلبة في أستراليا، طلبة في نيوزيلندا، طلبة في ماليزيا، في كل العالم. أعيد وأكرر وأذكر بما ذكره معالي أخي وزميلي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي، العودة طواعية، الجميع هم أناس ناضجين بالغين عاقلين واعين، عارفين حق مسؤوليتهم إذا كانت هذه العودة يعني تؤثر على تحصيلهم العلمي أم لا. فهم هذه العودة ليست قسرية، ولكن هي يعني وفق ورغبة وخيار وفرصة تتيح الدولة بهذا الظرف للعودة. الآخرين يعني هو يقرر إن كانت هذه لن تؤثر على تحصيله العلمي فيرجع، إذا كانت تؤثر فيعني يكمل. وبالتأكيد يعني في القادم الأيام بالتأكيد يعني الأمور إن شاء الله ترد على طبيعتها، ويتمكن الجميع من العودة إلى الكويت بنفس الطريقة اللي كانت يعني موجودة في السابق إن شاء الله. ومن ندعو في هذه يعني المناسبة والصدد أن يرفع الله إن شاء الله هذه الغمة عن الأمة الإسلامية وعن البشرية جمعاء. يعني هذا الفريق العامل بكافة قطاعاته هم المسؤولين والمنفذين حق هذه المسألة، ولا بد أن أعطائهم حقهم كذلك يعني بهذا الصدد.